السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل وصفة جديدة، هنعمل حلبة المعقودة او المفتقة. معايا معلقتين حلبة مطحونة، معايا معلقتين مغاط، معايا معلقتين دقيق، ومعايا 2 كيلو من العسل، ومعايا سمسم، ومعايا 3/4 كوباية زيت، ومعايا طبعا السوداني. وهنزل بقى في حلة ألمونيا او حلة ستانلس هنعمل فيها الحلبة. هنزل بالدقيق الاول، ها، وهحمره، مش وهحمره قوي كده زي ما انتم شايفين، مش هحمره قوي قوي يعني ريحته تطلع. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هفضل بقى اقلب 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 كتير، وبعدين هنزل بالحلبة بقى وشم الريحة هتلاقيها تحفة جدا. ونزلت بمعلقتين المغاط، لو مش عندك مغاط مفيش مشكلة، ولو مش حابة تحمريهم كده برضو هنزل بقى بالسمسم والسوداني. السوداني ده انا مجروش، مش سوداني صحيح يعني. في ناس بتعملها بتحمر، وهنزل بالعسل زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا عايزة اقول لكم ريحتها حلوة وقوامها احلى. بصوا بقى هسيبها بقى تغلي على النار، هي خفيفة شوية وباينة معاكم ان هي خفيفة، بس لازم تغلي غلوتين تلاتة على النار مع استمرار التقليب بقى وكده، بتفضلي تقلبي فيها شوية اهو. بصوا بصوا بدأت تغلي ازاي اهي، سيبوها تغلي شوية. حابة تعمليها تحمري السوداني والسمسم الاول وتخلطي الحلبة مع العسل وتنزليهم عليها بعد ما يتحمروا، براحتك خالص. في ناس بتعملها كده وفي ناس بتعملها بنفس الطريقه، بس عايزه اقول لكم ان الطريقه اللي انا عملتها دي ناجحه جدا جدا جدا. بصوا عامله شبه المربى ازاي وتقيله، بصوا سمكها عامل ازاي، وعايزه اقول لكم ان طعمها حلو جدا 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 جدا، ومليانه مكسرات، احنا بنحبها كده مليانه مكسرات. حابه تحطي اي نوع مكسرات عندك براحتك خالص. طبعا سبتها هدت خالص على النار، ومعايا العلب دي اللي هي البلاستيك اللي هي الاستخدام الواحد، تمام. هنزل بقى بالكميه، يعني عايزه اقول لكم ان العلبه دي تقريبا عامله كيلو او كيلو الا ربع، العلبه دي بالظبط، والكيلو الا ربع ب 45 جنيه. انا جبت 2 كيلو عسل، عملوا معايا العلب دي زي ما بقول لكم، وكمان عملوا معايا علبه صغيره كمان، وكميه حلوه يعني كبيره حلوه. طبعا كل واحد حسب الكميه اللي هيعملها، وكل واحد حسب عدد الافراد بتاعه الاسره يعني. وعايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا، وعملت معايا الكميه دي، تمام. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب، وباي باي في فيديو جديد.